أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. تقوم الميليشيات الإنقلابية ومنذ الأمس بمنع المواطنين حتى من العبور. الميليشيا تغلق المنفذ الغربي لمدينة تعز وعشرات المواطنين عالقون. في محافظة إب الميليشيا تفجر منزل قيادي في المقاومة واشتداد المواجهات في الشعاور والأهمول. ملف الجرحى صعوبات تواجه أكثر من 2000 جريح حالة دون إخضاعهم للعلاج الكامل. عقد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ جلسة مع الوفد الحكومي لمشاورات الكويت، فيما سيجري لقاءات مع عدد من الدبلوماسيين ومع لجنة الأسرى والصليب الأحمر الدولي. وفي السياق ذاته فإن المبعوث الأممي سيغادر صباح الغد للمشاركة في القمة العربية المنعقدة في موريتانيا، ثم سيعود ليتابع ترأس المشاورات الثلاثاء القادم، بينما يواصل فريق العمل متابعة الجلسات مع وفدي المشاورات خلال اليومين المقبلين. وفي السياق ذاته قالت مصادر سياسية أن مشاورات الكويت ستتوقف مؤقتا وستعود مباشرة بعد القمة العربية المزمع انطلاقها في العاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين المقبل. وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن التوقيف المؤقت يعود إلى جملة أسباب أهمها رغبة وفد الميليشيا في إطلاع الزعماء وفد الشرعية في إطلاع الزعماء العرب على آخر ما توصلت إليه المشاورات والجهود التي بذلتها الشرعية منذ يونيو من العام الماضي. وأكدت المصادر أن الرئيس هادي سوف يستعرض قضية اليمن والانقلاب الذي قاده الحوثيون والمخلوع ضد الشرعي. وصل وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي تسبق القمة العربية المرتقبة. ومن المتوقع أن تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين قمة يشارك فيها قادة الدول العربية، ويتصدر الملف اليمني أجندة القمة، والتي من المتوقع أن يشارك فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي. شددت ميليشيا الحوثي والمخلوع من حصارها الخانق على مدينة تعز، حيث أغلقت منفذ المدينة الغربي في منطقة غراب ومنعت دخول المواطنين وخروجهم، فيما تمركز عدد من القناصة في المناطق المجاورة للمنفذ. مراسلنا حمزة أمين زار المنفذ ووافانا بالتقرير التالي. نتواجد الآن في الجهة الغربية من مدينة تعز وتحديدا في منطقة غراب، ونحن الآن في آخر النقاط التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وكما تلاحظون أن ميليشيات الحوثي والصالح الإنقلابية تقوم ولليوم الثاني على التوالي بمنع الناس من العبور عبر هذا المنفذ، والذي يعتبر هو المنفذ الوحيد لمدينة تعز. أيضا تقوم الميليشيات الإنقلابية ومنذ الأمس بمنع المواطنين حتى من العبور سيرا على الأقدام. وأيضا تلاحظون هذه المركبات التي عادت بعد أن حاولت القيام بالخروج من المدينة. وللمزيد حول هذه التفاصيل ينضم إلينا هنا ماهر العبسي، أحد الراصدين التابع للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ليحدثنا عن الشهادات التي قام بها وقام بتوثيقها من المواطنين الذين حاولوا العبور من هذا المنفذ. نحن اليوم تواجدنا هنا في منفذ غراب هنا لنرصد شهادات الناس، هل هناك حصار حقيقي، هل المنافذ مغلقة أم مفتوحة أم هو تهويل إعلامي. أخذنا شهادات من بعض جهود العيان الذين ذهبوا إلى أولى النقاط للحوثيين في منطقة غراب. أحدهم يتحدث أنه كان ينوي الذهاب إلى قريته، ذهب إلى النقطة وجد أحد الجنود الحوثيين أشهر السلاح عليه وعلى صاحب الثلج وعلى عديد من الناس، وهددهم هددهم بأن يعودوا ولا سيرمي. القناص أيضا هو كما يقول القناص أيضا رمى عليهم من التبة، فاضطروا للعودة مسرعين إلى مناطق المقاومة لأنهم منعوا من الخروج. شاهد آخر يقول ذهب الصباح، هو سائق دراجة نارية، يقول ذهب الصباح إلى هناك ليوصل أحد الركاب، فوصل إلى المنفذ، لقى المنفذ مقطوع. في الضفة الأخرى من المنفذ هناك يعني حشود كبيرة من الناس، سيارات وبشر ممنوعين من يوم أمس الجمعة ممنوعين من الدخول، وقد تم منعهم إلى اليوم ما زالوا ممنوعين من الدخول. لا يوجد هناك سبب أو مبرر لمنعهم من الدخول سوى تعند هذه الميليشيات.
إذن يعتبر هذا المنفذ هو المنفذ الوحيد الذي لا زال الناس يقومون بالخروج منه رغم خطورته، وبالتالي فإن إغلاقه يشكل حصاراً خانقاً على المدينة. ويبقى السؤال الأبرز هنا، إلى متى سيظل هذا المنفذ مغلقاً أمام الناس الذين يحاولون اقتناء حاجياتهم وقضاء حوائجهم عبر هذا الطريق الوحيد؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. إلى ذلك طالب الناطق باسم المجلس العسكري العقيد ركن منصور الحسيني المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بالضغط على ميليشيا الحوثي والمخلوع لرفع الحصار المشدد عن مدينة تعز. وقال الحسيني إن مئات المواطنين عالقون أمام معبر حذران بعد منعهم من الدخول إلى تعز من قبل الحوثيين وقوات المخلوع، داعيا ولد الشيخ إلى تحمل مسؤوليته والضغط لرفع الحصار عن المدينة. وأضاف الحسيني أن هذا الحصار يتزامن مع قصف منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة واقتحام منازل أخرى في مديرية حيفان جنوبية تعز وتفخيخ عدد منها تمهيدا لتفجيرها وسط حملة اعتقالات واسعة. هذا ومع إغلاق الميليشيا للمنفذ الغربي في المدينة يعود الحصار الشامل ليطوق تعز مجددا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تعز تحت الحصار الشامل مجددا بعد أن أقدمت الميليشيا على إغلاق آخر منفذ كان لا يزال يعمل في المدينة. شهود عيان أفادوا أن ميليشيا الحوثي أغلقت منفذ حذران غربي تعز وفرضت إجراءات أمنية مشددة ومنعت المواطنين من إدخال المواد الغذائية والمحروقات. وبإغلاق منفذ حذران فإن الحصار يعود مجددا ليلف تعز من جهتها الأربع، في ذات الوقت الذي تحاول فيه الميليشيا إغلاق الطريق الجنوبي الرابط بين تعز وعدن بعد سيطرتها على مناطق واسعة في حيفان جنوب تعز. وبحسب مصادر محلية فإن الميليشيا تسعى لفرض سيطرتها الكاملة على حيفان والتمدد أكثر لتقترب من طور الباحة والأطراف الجنوبية لعدن، الأمر الذي سيمكن الميليشيا من قطع الطريق الوحيد المفتوح الذي يربط بين محافظتي تعز وعدن، وهو ما يعني عودة الحصار الشامل الذي تفرضه الميليشيا على تعز منذ أكثر من عام. الناطق باسم المجلس العسكري العقيد ركن منصور الحسيني طالب المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالضغط على ميليشيا الحوثي والمخلوع لرفع الحصار عن مدينة تعز. وقال الحسيني إن مئات المواطنين عالقون أمام معبر حذران بعد منعهم من الدخول إلى تعز من قبل الحوثيين وقوات المخلوع، داعيا ولد الشيخ إلى تحمل مسؤوليته والضغط لرفع الحصار عن المدينة. ولكن ما لم يفعله المبعوث الأممي خلال أكثر من عام لا يبدو أنه سيقدم عليه هذه المرة أيضا. دورات من الحصار والموت والانتصارات المؤقتة تلف تعز منذ أكثر من عام، دورات أنهكت المدينة وحولتها إلى أطلال، فيما تذهب كل نداءات الاستغاثة الموجهة للسلطة الشرعية والمنظمات الدولية أدراج الرياح. ونبقى في تعز، حيث قتل 5 من ميليشيا الحوثي والمخلوع في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على ثكنة عسكرية في مديرية حيفان بريف المحافظة. وقالت مصادر محلية إن الغارة الجوية دمرت آلية عسكرية للميليشيا كانت تتحصن في مدرسة محربي في عزلة أعبوس بالمديرية، كما شنت طائرات التحالف قصفا استهدف تجمعا للميليشيا ومخزنا للذخائر قرب قبة الصقيل في مدخل عزلة ظبي الأعبوس. هذا وتشهد عزلة أعبوس التابعة لمديرية حيفان في محافظة تعز مواجهات عنيفة منذ أشهر بين أفراد الجيش الوطني ورجال المقاومة من جهة والميليشيا من جهة أخرى. واحدة من محاولات إعاقة تقدم ميليشيا الحوثي في مديرية حيفان تدور هنا في منطقة ظبي أعبوس، حيث يخوض مقاتل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معركة واسعة منذ أيام لم تسفر سوى عن تأخر جماعة الحوثي بالوصول إلى جبال العبوس الاستراتيجية والمطلة على أجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية، لكنها في الوقت ذاته خلفت هذه المواجهات قتلى وجرحى من الطرفين، كما دفعت بالمئات من الأسر إلى النزوح عن مناطقهم. في غضون ذلك تدفع الميليشيا من وقت إلى آخر بتعزيزات إلى جبهات القتال هنا، لكنها أيضاً تخسر المزيد من العتاد والأرواح نتيجة غارات لطيران التحالف العربي. مراسل بلقيس قال إن طيران التحالف شن غارات جوية استهدفت الميليشيا في المديرية جنوب محافظة تعز، كما نقل عن مصادر في قيادة الجيش الوطني أن الغارات استهدفت تجمعاً للميليشيا ومخزناً للذخائر
جوار قبة السيقل في مدخل ضبي أعبوس، وتعد هذه الغارة الثانية خلال ساعات بعد غارات استهدفت مدرسة محربي في منطقة تغرب في نفس القرية، والتي تمركزت فيها الميليشيا وحولتها إلى ثكنة عسكرية. كما أكد المصدر أن 5 من عناصر الميليشيا لقوا حتفهم بالتزامن مع إحراق طقم تابع لهم، بينما تشهد سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً لطيران التحالف. فجرت ميليشيا الحوثي منزل القيادي في المقاومة الشعبية فيصل الشعوري في منطقة الشعاور بعد اجتياحها لمحافظة إب. إلى ذلك شهدت مناطق الأهمول مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا تحاول السيطرة على تلك المناطق، فيما نشدت المقاومة الشعبية قوات التحالف إمدادها بالأسلحة والذخائر. قال المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة إن طائرات التحالف استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة حجة. وأكد المركز الإعلامي في تصريح لقناة بلقيس أن 3 غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيا في معسكر تدريبي بوادي مور خلفت عشرات القتلى والجرحى. وتزامنت هذه الغارات مع المواجهات العسكرية العنيفة الدائرة في جبهة ميتي. إلى محافظة عدن، حيث اغتال مسلحون مجهولون رجل دين في المدينة. وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين على متن سيارة اعترضوا الداعية عبد الرحمن الزهري عقب خروجه من صلاة الفجر في مديرية المنصورة، وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا. وزهري داعية معروف في عدن، وهو إمام وخطيب لمسجد الرحمن. باقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. في محافظة الحديدة توقف أنشطة المراكز الصيفية خلال إجازة العام الدراسي. تقوم الميليشيات الإنقلابية ومنذ الأمس بمنع المواطنين حتى من العبور. الميليشيا تغلق المنفذ الغربي لمدينة تعز وعشرات المواطنين عالقون. في محافظة إب الميليشيا تفجر منزل قيادي بالمقاومة، واشتداد المواجهات في الشعاور والأهمول. ملف الجرحى صعوبات تواجه أكثر من 2000 جريح حالت دون إخضاعهم للعلاج الكامل. من جديد أهلا بكم. ملف الجرحى الوجع اليومي الممتد من مأرب إلى عدن، ومن تعز إلى الضالع، ومن البيضاء إلى حجة، وفي كل شبر من أرض اليمن. قناة بلقيس تواصل فتح ملف الجرحى المثقل بالأوجاع، وتسلط الضوء على معاناة آلاف الجرحى، متسائلة عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية وعن الجرائم التي تعرض لها المدنيون من قبل تحالف الحوثي والمخلوع، وعن التقصير الحكومي في الاهتمام بهذا الملف الإنساني. يواجه مئات الجرحى اليمنيين المتواجدين في عدد من الدول أوضاعاً صعبة جراء إهمال متابعة ملفاتهم من قبل اللجان المختصة.
وتمكن أكثر من 2000 جريح من السفر لتلقي العلاج في الخارج، إلا أن صعوبات حالت دون إخضاعهم للعلاج الكامل. المزيد في التقرير التالي. كانت جيبوتي أول نافذة يطل منها الأمل في علاج الجرحى الذين تمكنوا من الوصول إليها، لكنهم سريعا ما اكتشفوا أن الوصول إلى هناك ليس إلا بداية لسلسلة من المشاكل التي سيواجهونها، حيث علقوا وتخلى عنهم الجميع. ونظرا لإمكانية الدولة التي وصلوا إليها فقد اضطروا للبحث عن ملاذ آخر، فكانت الهند هي المنفذ الوحيد. اضطر كثيرون حسب قولهم إلى الاقتراض وبيع الممتلكات التي قضوا عقودا من أعمارهم في لملمتها والتخلي عنها فجأة لصالح العلاج، لكنها كانت إمكانية بسيطة لم تفي بغرض ما ذهبوا إليه. وارتفعت الأصوات القادمة من بعيد المطالبة بضرورة تدخل الحكومة في مهمة الإنقاذ، لكنها أعادت العمل إلى لجان طبية تحدد المستحقين بالسفر. وكما علت أصوات الجرحى الذين تمكنوا من الوصول إلى الهند، فقد رافقتهم صرخات أولئك الذين حلوا في مشافي الأردن، حيث تركت جراحاتهم مفتوحة أمام تعاطف الأطباء الذي لم يصمد طويلا. فقد بدأت قوائم المطالبات من المشافي وأماكن الإقامات تتزايد، وأصبح أبرز مطلب لعدد من الجرحى أن يعودوا إلى بلادهم. ويأمل الجرحى الذين ينظر إليهم كمحظوظين أن لا يتركوا لقساوة الجراح وأوجاع الغربة. حذر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس من مغبة انتحال صفة طلاب من قبل آخرين لأداء امتحانات الثانوية العامة. ونقلت صحيفة عدن الغد عن لملس قوله إن هناك محاولات لانتحال أسماء طلاب في الثانوية، بعضهم غير موجود في البلاد. وحمل لملس مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات المحررة المسؤولية، مطالبا إياهم بتكليف الموجهين والنزول إلى المدارس للتأكد من أسماء جميع الطلاب التي صرفت لهم أرقام الجلوس. مع سيطرة ميليشيا الحوثي على محافظة الحديدة، توقفت أنشطة المراكز الصيفية خلال إجازة العام الدراسي الحالي، وساهمت المراكز الصيفية خلال السنوات الماضية في تنمية قدرات العديد من الطلاب من خلال أنشطتها الثقافية وبرامجها الرياضية. عام دراسي انقضى وأصبحت المدارس خالية من أي مشاريع تناسب الإجازة السنوية للطلبة، كما صاروا عرضة لشبح الفراغ. فالتهديد بالضياع خلال فترة العطلة الصيفية أقل ما يمكن أن يطلق عن هذه الفترة. مهددون بالضياع وسط غياب تام لأي خطط أو برامج صيفية تستهدفهم كما كانت في السابق. فالمراكز الصيفية التي كانت تتميز بها على مدى أعوام عديدة مثلت ملاذا آمنا للطلبة، احتضنتهم وحاولت جاهدة الحفاظ على أوقاتهم وتنمية مواهبهم وفق الممكن والمتاح. سيطر الحوثيون على كل شيء في محافظة الحديدة غرب البلاد، ومنعوا على إثر ذلك إقامة المراكز الصيفية، فصار الشارع قدرا اضطراريا لهذه الشريحة يمارسون فيه نشاطاتهم الرياضية. لكن شبح الضياع ما يزال يتهددهم في ظل الأوضاع التي تعيشها ليست الحديدة وإنما البلد عموما. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تقوم الميليشيات الانقلابية ومنذ الأمس بمنع المواطنين حتى من العبور. الميليشيا تغلق المنفذ الغربي لمدينة تعز وعشرات المواطنين عالقون.
في محافظة إب الميليشيا تفجر منزل قيادي بالمقاومة واشتداد المواجهات في الشعاور والأهمول. ملف الجرحى صعوبات تواجه أكثر من 2000 جريح حالت دون إخضاعهم للعلاج الكامل. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني وكذلك التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.